جريمة التدمير والتهجير في حلب اليوم تستنفر القاصي والداني، فكيف تصرف السوريون في المهجر؟ في حلقتنا هذه نتقصى مع مراسلي أوريانت في أوروبا ملامح الاحتجاجات لأجل حلب والتفاعل الشعبي والرسمي معها. ونبدأ مع مكسيم العيسى في ألمانيا، فمنذ أسابيع تتواصل المظاهرات والوقفات الاحتجاجية أمام السفارة الروسية وقنصلياتها في العديد من المدن. كثفت مجموعة من النشطاء الألماني والسوريين من اعتصاماتهم لأجل مدينة حلب في العاصمة الألمانية برلين. سنرافقكم في هذه الجولة للتعرف على مدى تأثير هذه الأنشطة على الرأي الرسمي الحكومي الألماني فيما يخص الوضع في حلب. منذ أكثر من شهرين والنشاطات التضامنية لأجل حلب مستمرة في جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تضم أكبر عدد من اللاجئين السوريين. اعتصامات أمام السفارة الروسية في برلين ومظاهرات ووقفات احتجاجية أمام القنصليات الروسية في عدد من الولايات الألمانية، كل ذلك بتنظيم من نشطاء سوريين وألمان، إلا أنها جميعا كانت ضعيفة التأثير على رأي الحكومة الألمانية والذي لم يحتوي على أي جديد. الوضع القائم في حلب الآن يكسر القلوب، هذا ما يتوجب علينا قوله. نحن لا نريد فقط أن نعطي وجهة نظرنا، بل يجب أن يقتنع النظام السوري وأيضا روسيا وإيران بأن الأمر متعلق بالبشر ويتوجب تحسين حالهم بشكل عاجل. هذا الرأي وغيره من الآراء الحكومية المشابهة له، إضافة إلى تركيز الصحافة على ما يجري في حلب، كانت سببا في تحرك الرأي العام الألماني والأوروبي للبدء بأنشطة أكثر قوة لإنقاذ المدينة وأهلها. ولعل حملة المسير من برلين إلى حلب والتي دعت إليها صحفية بولندية أكثرها تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي. لا أريد فقط الوقوف لأجل حلب، أريد الذهاب إلى حلب لنعطي الأمل للناس ونؤكد لهم بأن العالم الآن لم يعد يحتمل. سوف أذهب إلى حلب. كل هذه الأنشطة المكثفة التي أقيمت خلال الأسابيع الماضية لم تلقى جوابا من قبل الحكومة الألمانية، على الرغم من أن بعضها تم تنظيمه من قبل مشاهير وبرلمانيين ألمان وممثلين عن الكنائس أيضا. أعتقد بأن هذه الأنشطة رمزية، لكنها من جهة رسالة إلى حلب والداخل السوري بأننا لم ننساهم، ومن جهة أخرى هي دعوة للحكومة الألمانية للتفاوض، ولذلك يجب أن يتوسع إطار مشاركة الألمان، ولكن للأسف حتى الآن حركة السلام الألمانية لم تنخرط بشكل كبير في تلك الأنشطة، ولذا تبقى مقتصرة على السوريين إلى حد كبير أو تكون صغيرة جداً. الجالية السورية في برلين واصلت اعتصاماتها أمام السفارة الروسية، حيث دامت إحداها أكثر من 6 ساعات ليتم فضها بالقوة من قبل الشرطة الألمانية بسبب انتهاء مدة ترخيصها، حيث يرى نشطاء سوريون بأن عليهم فعل المزيد لكسب أصدقاء أكثر إلى جانبهم. بالأيام الماضية لاحظنا تزايد مستمر بالعدد، عم لاقي صعوبة كتير بالتواصل مع التلفزيون الألماني ليدعمنا لنغطي أكثر الفعاليات اللي عم نعملها. بالأيام الماضية تواجد تلفزيون ألماني، بس بنفس الوقت التقارير اللي عم تطلع التلفزيون الألماني عم تكون كتير مختصرة وأحيانا عم تكون يعني جزئية. وعلى الرغم من تنظيم مجموعة من المشاهير الألماني والبرلماني لوقفة أمام السفارة الروسية، لم يغير ذلك في سياسة ألمانيا تجاه الملف السوري عموما والوضع في حلب على وجه الخصوص. لم يكن لهذه الوقفة أي تأثير كبير يذكر، فلا روسيا غيرت من موقفها أو فكرت بتغيير سلوكها ولا حتى النظام السوري، وبالتالي يجب أن يتم توسيع الضغط الدولي عليهما لكي تنتهي الحرب في سوريا ويستطيع الناس العيش بحرية. يتضح مما سبق بأن أغلبية الأنشطة تبقى واجبا على الجالية السورية في ألمانيا للقيام بها، وربما أمرا رمزيا على المواطنين الألمان من مختلف شرائح المجتمع. مكسيم العيسى، أورينت نيوز، برلين. لمتابعة هذا الموضوع معنا من برلين الصحفي السوري خالد عبود.
خالد، بداية كيف ترى أو تقيم استجابة المواطنين الأوروبيين والألمان بطبيعة الحال أنت في برلين لهذا الحراك لأجل حلب؟ نحن نعلم أستاذ حازم بداية أن المجتمع الأوروبي يسير بحسب ما يوجهه الإعلام الأوروبي أو الإعلام الألماني المحلي، فبالتالي يستجيب بعض الأحيان للإعلام الأوروبي وبعض الأحيان للحالة الطبيعية في المجتمع، بما أنه هناك مجموعة من السوريين الذين قدموا إلى ألمانيا في مرحلة اللجوء السنتين الماضية، هناك عدد كبير من السوريين، فبالتالي هؤلاء السوريين أثروا في المجتمع المحلي، أصبح هناك أخبار زائدة عن التي تقدمها وسائل الإعلام الألمانية، أصبح هناك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، أنا أملك مثلاً 1000 صديق بينهم مثلاً 500 صديق ألماني، هم على اطلاع بشكل يومي بشكل آني على ما يحدث في سوريا من خلالي أنا كشخص، فبالتالي هؤلاء الناس بعد ما تمت الدعوة على سبيل المثال البارحة أول البارحة أمام البوندستاغ أمام البرلمان الألماني كان هناك 1500 مواطن ألماني مع السوريين في وقفة تضامنية مع ما يجري في حلب. إذن أنت تشير إلى نقطة هامة لها علاقة بمسألة الاندماج، هي ليست فقط لتثبيت الأقدام في البلد الجديد البلد الأوروبي كألمانيا مثلا، وإنما قد تكون العامل الأساسي لاستقطاب الجمهور من المواطنين من الدولة المضيفة لأجل القضية السورية. طبعا هون هذا يعود بحسب أنت كشخص ما وجوده مدى ارتباطك بالقضية السورية ومدى ارتباطك في الثورة السورية، يعني ليس كل الناس مثلا هم يعملون لصالح الثورة السورية هنا في هذه في كلاجئين يعملون لصالح الثورة السورية ولصالح القضية السورية في ألمانيا، لكن خالد ولكن نحن نتحدث بالدرجة الأولى بالنسبة لمئات آلاف السوريين الذين ذهبوا باتجاه بلاد المهجر، هم ذهبوا بناء على ممارسات النظام وبالتالي النسبة العظمى. طبعا دعني أكمل نعم أستاذ حازم، هو طبعا أنا أريد أن أنوه أن هناك الكثير ممن ما زال يحمل الهم القضية السورية ويحاول أن يلفت النظر إلى ما يجري في سوريا من تهجير ومن قتل ومن تدمير. نعم خالد، إذن بالمقابل هل من الممكن أن يكون مسألة الخوف من التحرك بهذه الاحتجاجات ومشاكل الوضع القانوني في البلد لا زال ملازما للبعض منا في بلدان المهجر؟ لما فهم السؤال هو يعني هو التردد بأن هذا الاحتجاج أو التعبير بالتظاهر قد يؤثر على الوضع القانوني للسوري المقيم في أحدى هذه البلدان، الخوف من هذا قد يكون عاملا سلبيا؟ أبدا أستاذ حازم، هنا في ألمانيا في الدستور الألماني هناك مادة تضمن لك التظاهر والاحتجاج، لكن ضمن الدستور وضمن القانون، أي بمعنى أن تحصل على سماح من البوليس الألماني في الوقفة مثلا أمام السفارة الإيرانية أو أمام السفارة الروسية، فبالتالي أنت مسموح لك الوقوف والاحتجاج أمام هذه السفارات، فبالتالي وضعك قانونيا تماما، لأن هناك مادة في الدستور تضمن لك الاحتجاج. نعم البعض قال وهذا ما ورد في التقرير أيضا بأنه قد يرى البعض بأن السقف قد لا يكون مرتفعا بالنسبة لبعد كل هذه المطالبات أو الاحتجاجات، مثلا الحكومة الألمانية عندها سقف في التأثير في المسألة السورية، إلى أي حد ترى بأن هذا الكلام واقعي؟ بالطبع ألمانيا ليست لاعب أساسي في الموضوع السوري، فبالتالي ما يحدث هو فقط للضغط على تغيير مسار بعض القرارات التي تفيد القضية السورية أو تفيد الثورة السورية. ما يحدث هو عبارة أولا يعني تغيير الرأي العام، لأن الرأي العام تم صنعه من خلال إعلام يعتمد الإعلام الروسي وإعلام النظام كمصدر لمعلوماته، فبالتالي هل الآن هذه الجالية السورية الموجودة هون في أوروبا يقع على عاتقها كسر هاي البروباغندا وإعطاء معلومات جديدة وصحيحة عن ما يحدث في سوريا، فبالتالي راح يتم تغيير الرأي العام، وهذا الرأي العام ليس كما في الدول العربية، الرأي العام هنا في أوروبا يؤثر
في الحكومة وبالتالي يؤثر على قرارها. نعم خالد، إذن أنتم في حراككم هذا تدركون بأنه هناك سقف للدور الألماني مثلا أو الأوروبي في القضية السورية. طبعا. ولكن طبعا. بناء على هذا الإدراك، هل حددتم مطالب محددة تفصيلية تستطيع ألمانيا التحرك بها؟ دائما ألمانيا يقع على تقوم بالسوفت باور اللي هي الأمور الإغاثية أو ما يتعلق في الإغاثة أو ما يتعلق بالأمور الطبية. أي دائما نطالب ألمانيا بالعمل الجاد باتجاه أنه أنت لا تستطيعين القيام مثلا بأي عمل داخل سوريا، فقط أعيني من هم من خرجوا من سوريا بسبب الحرب في سوريا. مثلا هناك ملايين موجودين في لبنان، ملايين موجودين في تركيا، ملايين موجودين في الأردن. هؤلاء الناس هم بحاجة أيضا لبعض بحاجة لإعانة من قبل الدولة الألمانية، وألمانيا قادرة أنها تقيم مدارس، قادرة تقيم مشافي متحركة، قادرة تقيم أي شيء داخل هذه المدارس. نعم. داخل هذه المناطق الحدودية. فبالتالي هي، فهذا الدور اللي احنا عارفين مقدرة ألمانيا ونوجه مطالبنا باتجاه هذه المقدرة فقط. نعم خالد، في سؤال أخير، أنا ألبوث الصحفية البولندية دعت إلى مسير من برلين إلى حلب، بالتالي ما هي الرسالة التي بحسب اطلاعك من هذا المسير؟ ما هي النشاطات المشابهة أيضا لهذا النشاط؟ طبعا من أسبوع تماما هناك حراك داخل برلين وداخل ألمانيا بشكل عام، حراك يتميز بمشاركة مثل ما تفضلت في بداية الحديث معك، من هناك مشاركة من الألمان ومن الأوروبيين. فبالتالي هناك الكثير من النشاطات. أما ما يتعلق بنشاط المسير من برلين إلى حلب، على ما أعتقد، أنا ليس لدي أي معلومات عن هذا الموضوع، لكن على ما أعتقد بحسب رأيي الشخصي أن هكذا نشاطات هي فقط للضغط بشكل أقوى، بحيث اصدار قرارات بشأن القضية السورية. لكن برأيك بالنسبة للمنطق ممن ذهبوا، عفوا خالد، ولكن برأيك ممن ذهبوا سيرا على الأقدام حتى لمسافات طويلة باتجاه اللجوء إلى أوروبا، هل سينضم البعض منهم لهذا المسير المعاكس إنجاز التعبير؟ هذا السؤال الذي لا أستطيع إجابتك عليه، لأنني لا أدري هل هو قادر على حمل لا أدري بصراحة. هذا سؤال صعب شوي، لأنه هو قدم هربا من الحرب، هل سيعود؟ لماذا قدم؟ إذن كنت معنا الصحفي السوري خالد عبود، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك. عفوا أستاذ حالو. عبر رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين عن استيائه من قيام قوات نظام الأسد بإبعاد مراسلة راديو السويد سيسيليا أودن من سوريا، حيث كانت ترسل تقاريرها من حلب ودمشق. وأكد لوفين على أن استبعاد المراسلة يدل على أن النظام لا يريد لأحد أن يقدم التقارير الإعلامية من مكان الحدث. كما أعلنت الإذاعة الوطنية السويدية احتجاجها على إجبار أودن مغادرة سوريا وطريقة تعامل قوات النظام معها. هذا وتعد سيسيليا أودن من أكثر مراسلي راديو سويد خبرة، وسبق لها تغطية العديد من الأحداث في الشرق الأوسط. أعلن وزير الهجرة الكندي جون ماكالوم عن تزايد أعداد الدول المهتمة باعتماد برنامج كندا لاستضافة اللاجئين، وذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر دولي حول البرنامج الكندي لرعاية اللاجئين في العاصمة أوتاوا، حيث أشار إلى أهمية تصدير برنامج بلاده إلى الدول المهتمة به والتي شاركت في المؤتمر مثل الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا. وتتبع كندا نظاما لاستضافة اللاجئين يقوم على الكفالة الخاصة، حيث يتعهد مواطنون كنديون بتأمين الرعاية للاجئ. اقترحت زعيمة حزب اليمين المتطرف والمرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية ماري لوبان منع أبناء المهاجرين من الالتحاق بالمدارس العامة وإلزام الأبوين بتحمل نفقات الرسوم الدراسية، وذلك في إطار مقترحاتها للحد من الإنفاق العام. في مقابل ذلك انتقدت وزيرة التعليم نجاة فالو بالقاسم اقتراح لوبان وصفة إياه بالمخزي وغير القابل للتطبيق. هذا وتقدم فرنسا التعليم المجاني لجميع الأطفال بغض النظر عن الوضع القانوني لذويهم.
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن توفيرها مساكن بديلة لنحو 20,000 مهاجر في اليونان، وذلك بعد قدوم فصل الشتاء على اللاجئين وهم في العراء، موضحة أن نصف المساكن البديلة هي شقق مؤقتة صغيرة، ونسبة 25% منها هي عبارة عن غرف في فنادق تم توفيرها بأسعار رخيصة. وطالبت المفوضية مكتب دعم اللجوء الأوروبي مساعدة اليونان على تحسين الظروف المعيشية للمهاجرين، حيث لا يزال الكثير منهم في مآو تفتقر إلى الحماية. بالتعاون مع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، أقامت المؤسسة الألمانية ضد العنصرية مسابقة الفيديو تحت عنوان انطلاقاً من زاويتي، وتضمنت المسابقة 63 فيلماً يتحدث فيها اللاجئون عن بلدانهم الأصلية وتجربة لجوئهم وحياتهم اليومية، وذلك بهدف منح اللاجئين إمكانية عرض تصوراتهم وانتقاداتهم للأمور وفقاً للقائمين على المسابقة. وسيحصل الفائزون على جوائز مالية، كما ستحظى أفضل الأفلام 30 بدعم مادي لعرضها أمام الجمهور. أصدر الكاتب الألماني توماس ميك بيفايفر كتاباً يضم مجموعة من القصص المصورة التي خصصها للأطفال اللاجئين، وذلك رغبة منه بتخفيف معاناة الأطفال ومساعدتهم على نسيان الأحداث المروعة التي شهدوها، حيث حرص توماس على زيارتهم في مكان سكنهم وقراءة القصص لهم بأسلوب مشوق. وقد استوحى الكاتب عنوان كتابه نجم يطل عليك من السماء من قصص اللاجئين، وألفه باللغة الألمانية وترجمه إلى لغات عدة لمساعدة الأطفال على الاندماج. حصل اللاجئ السوري سعد القصاب على منحة من كلية سيدنهام في أستراليا بعد تفوقه في امتحان القبول الأسترالي لطلاب الجامعات، وتخرج اللاجئ سعد من مدرسته في أستراليا بعد اختياره كأفضل طالب متميز في واحدة من أكبر المدارس الثانوية. هذا وقدم اللاجئ من مصر إلى أستراليا في رحلة محفوفة بالمخاطر، ولم يتمكن بداية من الالتحاق بالمدرسة بسبب ضعف لغته الإنجليزية، لكنه استطاع تطويرها في زمن قياسي.